قامت جمعية فرسان الخير عين تالوت بالتنسيق مع السلطات المحلية ومديرية التجارة بجلب حوالي 100 كيس من الفرينة وإيصالها إلى قرية تاجموت قصد مساعدتهم ومد يد العون، خاصة في خضم الأحداث التي يعيشها العالم جراء ما أحدثه فيروس كورونا تحت شعار اقعد في دارك، وهذا للحد من انتشار هذا الفيروس. كما قامت الجمعية أيضا بتعقيم القرية، ولقد لقي هذا الأخير استحسانا كبيرا من طرف المواطنين. كما وقدمت الجمعية شكرا خاصا للسلطات المحلية المتمثلة في كل من البلدية والدائرة على التسهيلات والدعم التي قدمتها لها. كما وقدمت شكرا خاصا أيضا للدرك الوطني على مساهمته في التنظيم والسيطرة على الأوضاع. رانا ما نخرج من والو، الفارينة توصلنا، الصبر عندنا، القهوة كاين، أي حاجة وفرتها لنا البلدية تاعنا، حاجتنا بقانا هذيك. أنا مواطن قرية تاجموت، رانا قايمين بالواجب، والجمعية هذه راها جابتنا الفارينة السكر، راهم قايمين بالواجب، وحنا ثاني هنا قابضين ديالنا، ماناش نخرجوا، ورانا تحت السلطة كيما يقولوا لنا، رانا نتبعوا فيهم، رانا قايمين بالواجب، وشكرا. هذه قناة الأوراس، أنا مواطن من قرية تاجموت، يا جماعة أقربوا بيوتكم، حنا رانا هنا في هذه القرية. عندنا الحمد لله جات هذه الجمعية جابت لنا هذه المعونة، راهم الناس تحكم بيوتها تريح في ديارها، تريح في خاصة الشباب، خاصة الشباب يريحوا في ديارهم، يريح في داره، كل شيء يحقه. ونطلب منكم بارك الله بكم، هذه الجمعية الله يحفظكم ويستركم، بارك الله فيك. سموها سموها هاي ماركون هي؟ واه رامون هي. ساكن من تسير مارك سيري؟ لا غير واحد واحد. الناس. واحد واحد. السوزي. نشكر الجمعية التي قامت بتقديم لنا المعونة اللازمة. لذا أقول لأخوان المواطنين والمواطنات من كل جهة أن دولة الجزائر لديها أشخاص يقومون بمعارفها، لذا إذا بيوتكم ولا تخرجوا إلا لوقت الحاجة.